أهلا وسهلا يا معلم. سلامتك. شو قال الدكتور؟ هني رح يطالعوا من غرفة الإنعاش اليوم المساء. قالوا إنه منيح ورح يحاولوا يفيقوه. منيح، لا تخاف. بس إمتى رح تفيق أنت؟ ما فهمت عليك يا معلم وهبي. الريس بده إياك. عرف الريس خضر بالشي اللي صار مبارح؟ عملت شي سيء وشوهت سمعة أبوه وضربت سمعتك كمان. يلا امشي معي. اللي مرة أخيرة بترجاك عد لي إياه. كيف؟ شكرا إليك. شكرا. شوف، بما أنه طلع الذهب من محله لشاهين معناتها ابن ريها هو اللي قطع الطريق على السيبيري وأوص على السيارة. نوزت تفكر أحياناً أني أسحب المهمة منك، ها؟ أساساً هدول الناس عم يعملوا كل شي بدنا إياه. إيه تمام، منطلع صيد السمك سوا. هلأ خضر راح وعطى السيبيري المصاري. السيبيري راح وهدد أونال ببيته، ما هيك؟ وراح أونال هدده كمان وسرق 300 مليون دولار من المصاري. بعدين راح ريها ابنه لشاهين الخارق الذكاء وقوص على سيارة السيبيري المصفحة. وهلأ كل شيء وقع على رأس أونال. ايه صح سيدي. نوزت؟ مين اللي سرق المصاري؟ لهلا مو مبين معي. نوزت ممكن انه يكون محمود اللي سواها؟ محمود مات سيدي. عن جد؟ ما كان عندي علم بهالشي والله. طيب الأكل. شو شايفكن موطي راسكن هلأ؟ بأي وش قاعدين هلأ هون؟ شو يعني ينسرق ذهب بقيمة 300 مليون دولار؟ ها؟ لك مين سرقوا؟ وكيف سرقوا؟ طيب سرقوا لوين أخدوه؟ ها؟ لك يا مغفل، سيارة السيبيري مدرعة، كنت عم تقوس عليها ولا كنت عم تزت بزر؟ ها؟ لك ليش؟ لأنه سرق الذهب؟ أنا ما قلت لك إني بدي رجع المصاري؟ ليش لا يسرقوه؟ ها؟ يا ريس اللي قوس على أبي هو نفسه اللي سرق. ولك يا ابني، أنا ما قلت لك إنه السيبيري ما قوس على أبوك؟ ها؟ ليش لا تروح وتعمل شي من راسك؟ أنا آسف رئيس. جاي على بالي كسر لك عظامك؟
بس اللي عملته بده ينفعني. رئيس، شو بتقصد بنفعك؟ رح يفكر السيبيري انه اوناليا اللي عملها. ليش عصبت على الولد اخي؟ لازم تقله برافو. وليش لقله برافو؟ ها؟ هو عرف اللي قوص ابوه؟ لا ما قدر يلاقيه، بس انتو شو كنتوا عم تعملوا؟ شو عملتوا؟ ببساطة كنتوا نايمين بحضن امهاتكم طول الوقت. رئيس، انا امي الله يرحمها. امي كمان ميتة الله يرحمها. يا ربي دخيلك، يا الله احفظ لي حالي وصبرني. ولك هنن كانوا نايمين، انت شو؟ يا ريس، عملت جهدي وما لقيت حدا بنوب، شو بدي اعمل يعني؟ شو هالحكي ولو ما شفت حدا بنوب ولا زومبي؟ يعني ما قدرت اوصل لشي. يعني هالشخص اللي مو موجود ومو عايش هو اللي سرق المصاري، ما؟ شو يعني ما نو عايش؟ شو هالحكي اللي عم تحكوه هلا؟ هاد الزلمة سرق 300 مليون دولار، كيف يعني مو عايش؟ رئيس، شكلها هالدولة عم تلعب معنا شي لعبة كبيرة. وشو هاللعبة هي فهيم؟ يعني كأنه الأرنب هرب وكلب الصيد راح ليمسكه. كأنه الأرنب هرب وكلب الصيد راح يمسكه، والدولة شو اللي عم تقوله للديك مثلا؟ ولك شو هالذكاء الخارق يا طبع؟ يلي سرق هاي المصاري سرقها للدولة كمان، ويمكن هنن في عندهم معلومات عنه. لو كان عندهم معلومات كانوا مسكوهن. عمي، لازم نعرف مين يلي سرقهن، ومثل ما قلت انت هلا السيبيري بيكون راح لعند اونال. طيب نحن مع مين بدنا نوقف بهالفترة؟ بدنا نوقف هون تحديدا يا قلب اصلان. منوقف منوقف هون يا اسدي بالضبط. حنوقف وما رح نعمل شيء، ما رح نقوس على حدا، ما رح نقتل حدا، وما رح نخلي اي حدا يحرضنا. الكل لازم يفهم انه نحن بنعرف كل شيء، بس نحن ما بنعرف اي شيء بنوب، بس رح نتظاهر انه بنعرف. كلامك رح يتنفذ رئيس. بتمنى تنفسه. صعب عليكم تسكتوا؟ إذا القصة قصة تسكتوا بنسكت أخي، بس في واحد بهي القصة قوص على شاهين آغا وسرق 300 مليون دولار ونحن عم نتفرج عليه، ونحن كلياتنا على بعضنا ما بنعرف مين هاد الزلمة ولا قدرنا نوصل له. وغير هيك في شغلة عالقة بذهني من كل يلي صار. الدور على مين؟ راقبوا لي إلكار. وشو علاقته يا أخي؟ هو مانو غبي وما رح ينقل المصاري بهي السهولة. لو كان حدا سرق المال بنفس الليلة، يا أما إلو إيد بهالموضوع يا أما بيعرف شي. ما عم قول هيك لأني بعرف شي، بس حاسس بضيق بصدري، ولما أنا بحس بالضيق بصير شي لحدا من رفقاتي. والله اللي بيقدر يعمله خضر هلأ هو إنه يعيش ويشوف شو رح يصير. يعني نحن بدنا نضل قاعدين هيك ونشوفها هي وعم تولد هالولد وتربيه ليكبر وتبعته على المدرسة وتخليه يترأس هالعيلة بالمستقبل؟ مو معقولة أنتي مبجل هلأ هاد الولد رح يترأس العيلة؟ لكن شو خديجة؟ وحدة مثلها قدرت تجيب هذا الولد رغم كل شي نحن سويناه؟ بتخوف. أكيد هالولد رح يصير الزعيم الأول بالمستقبل ويصير مبجل، بس مو بهذا المكان. اختي
انت لبقى تعملي اي شيء بعد هلا، لانه واضح انه في شيء عم بيدور براسك. انت بس احكي ونحن مننفذ، واذا صار اي شيء منتحمل العواقب عنك. على كل هالبنت خافت، ما هيك خديجة؟ ايه خافت طبعا، خافت كتير. طب هي عم تفكر انها تروح من هون؟ لو مو خايفة من خضر برأيي كانت راحت. معناتها شو لازم نعمل لحتى تبطل تخاف من خضر؟ شو رأيك تسأليها؟ ايه بس ما عم حاكيها هالفترة، بالنهاية انا علقت بالنص، يعني ما بدي أعلق مع خضر بسبب هالشي للمرة الثانية. بس ما هيك، إذا أنت بدك بروح مشانك، مو مشكلة. يعني ما في مشكلة، أنا بروح. ما كنت روح ولا مرة لأني بخاف منكم. وشو اللي رح يصير لما تقول نازلي لصهري خضر؟ خضر ما بيقدر يحكي شي مع مبجل، وحتى لو حكى ما رح يقدر يأثر عليها. ايه تمام تمام، معناها انا رح اروح بدي امرق على البيت لاشوف اذا عندي شي مناسب مشان الطفل يلي رح تجيبه. ما لازم روح وايدي فاضيه، مو حلوه. مبجل زودتيها ما هيك؟ خلصنا هاد القصور راجع. شو يعني انه تاخذ المصاري من الناس غصب وتعطيه للزلمه يا خضر؟ مو غصب سيد ونال، بالعكس كان برضاهن. خضر، الطاوله اخذت قرارها والكل رفع ايده بالموافقه عليه، بس من يومين صوتت ضد هذا القرار نفسه. سيد أونال، أنا قلت على الطاولة إني رح رجع المصاري على الأكيد، وأنا جمعت الكل هون، وقلت يلي ما رح يقدر يتحدى السيبيري مثل السيد أونال يتفضل يرجع له المصاري. والكل قال ما حدا عنده الجرأة مثل السيد أونال، ووقت الكل قبلوا بالقرار. طيب وليش ما دعيتنا يا سيد خضر؟ لأنه أنا بعرف انه كل اللي بيتحركوا مع السيد أونال عندهم الجرأة مثله. يمكن انا لهذا السبب ما دعيتكم، واذا كان تفكيري غلط فلسه معك وقت ترجع المصاري لانك عايش. الزلمة اجا وهددوا للسيد أونال، ولهيك المشكلة ما انا مشكلة مصاري. هلا كنت موجود لما صار هذا الشيء يا سيد أوزار؟ ايه كنت. وتركته للزلم اللي هدد السيد أونال عايش؟ بناء على طلب السيد أونال. انت كمان غلطت مثله بهذا الشيء. لو كنت مكانكم ما بنام مرتاح. ما في انت وانا، في طاولة يا خضر. تأكد لما يطير نومي أنا رح يطير نومك كمان. على فكرة من وقت طويل ما نمت يا سيد أونال، وبالإضافة لا في أنت وأنا، لأنه أنت عملت لعبة وخليت كل يلي على الطاولة يرفع إيده ويصوت ضدي، مع العلم أني قدرت أتفاهم مع الدولة. تذكر هالحكي وخليه براسك، إذا ما تفاهمت معي بكل الأحوال ما فيك تدير الطاولة ولا تتفاهم مع الدولة. ليش يا زعيم؟ مين بكون أنا؟ لا لا أنت منيح، خليك متابع هيك من جهة أنا ومن الجهة الثانية أنت.
كون جاهز ابني. عمك اذا ضل متابع هيك عن قريب انت رح تقعد مكانه. اذا كانت بنتك رح تقعد محلك شو المانع؟ نمسك بايدين بعض ومنديرها سوا. ولد شاطر. مع السلامة. ما بعرف مين اللي قوص على شاهين آغا، بس هدول هنن يلي عطوا الأوامر. بسيطة. ايه أونال ذكي، هلأ مفكر حاله انه عم يخلق جو متوتر بيناتنا. قال لي ريها انه اجا يلماس وقال له لأبوه انه ما رح ارضخ لك. فكرت مثلك، بالعادة شاهين آغا ما بيحكي بهيك اشياء قدام ريها، يعني كان بيعرف انه رح يقتلوه لهيك شاهد ابنه. لأنه كان وسيلة تفاهم مع الدولة. مظبوط كلام يا عمي؟ مو هيك يا عمي، كلياتها مظاهر. أنا رايح، بدو ينطلعوا شاهين آغا اليوم من غرفة الانعاش، لازم يكون بجنبه. ليك ثروات، لو بعرف وشك رح يكون مقلوب كنت اجيت بالتاكسي وارتحت منه. انسرق منا ذهب ب 300 مليون دولار مبجل باي وش لازم تشوفيني. من وين لوين ليكون ذهبنا؟ لو اخذت لي شي 30 او 40 مليون دولار. شو عم تقول ثروات؟ شو هالحكي اللي عم تحكي؟ الانسان يلي بيعرف انه رح يموت ما بيسرق، معقول هالشي؟ اي سرقة مبجل، هذا مالنا نحن. ولك بس قلني من وين لوين مالنا. اشتبكنا مثل الاسود واستولينا على كل المصاري. اشتبكت انت؟ شو قبضاي؟ خلص مبجل. شوف هلأ مرتك رايحة تشتبك مع دولتنا بس بالحكي، تعال وتعلم كيف القتال على اصوله. قال اشتبك. نازلي، مين هي اللي عم تمشي بالحديقة؟ هاي مبجل ليش اجت هلأ؟ مو عوايدة. ما شاء الله، ايه شو كل هالجمال والحلاوة؟ انتي مو لازم تولدي ابدا، خليكي هيك بهذا البطن. شو بك عم امزح معك؟ بس نصيحة جيبي الثانية فورا. ليكي انا حضرت لك هدول بايدي، تفضلي خديهم. يا روحي انتي شو زعلت عليكي؟ البقية بحياتك. ليش؟ ايه لأنه محمود مات. ما فهمت. طبعا هن قالوا لك انه راح برات البلد، مو هيك؟ طيب كيف يعني؟
ليش محمود إمتى مات؟ لما بيختفي حدا فجأة أكيد بيكون ميت. دعوات الحامل دائما بتكون مستجابة لأنه هي حاملة روح بريئة جواتها. الله وحده اللي حماكن. الله كتير حلو شكله هالبيت بيسوى شي 2.5 مليون. لحظة يا مبجل، انت بتدوخي الواحد بأخبارك، شي محمود شي الحامل شي 2 مليون، شو القصة؟ ما في قصة بنهم، بس يمكن انت بتعرفي علاقتي مع أخي ممنيحة بهالأيام. لأنه خضر أوصه لثروات. لا تخافي برجله، عليه الصحة والعافية. ايه طبعا علينا الصحة والعافية جميعا. يا روحي لساتك صغيرة، شو يلي فوتك بهاللعبة يلي أكبر منك؟ إنيني شو أعمل لحتى ساعدك؟ بدي ساعدك وما بعرف كيف، شو بدي أعمل؟ رئيس، إلي الشرف إني يكون نائبك وهالشي بيعني لي كتير، بس لازم يكون حدا من قرايبينك بهذا المنصب. أنا ما بدي أكل حق حدا ولا أظلم حدا بهيك حالة. إلياس معك حق، عندي قرايبين كتير، بس كل ما بتذكر إنه أخي غدر فيني ما بقى بعرف بمين بدي أوثق. بس بعمرها ما خابت ثقتي بأخوك. شايف أخوتنا قديش صار عمرها؟ بعمرنا ما غدرنا ببعض. طيب رئيس سليم، أنت بتأمر. هذا مو أمر الياس، هذا رجاء مني. شي سيبيري وشي إجتنا إصابة شاهين آغا، كل هذا بكفي، وقصة محمود ما عم تروح من بالي. أنت من هلأ ورايح رح تروح على الاجتماعات نيابة عني. أخي الياس، أنا دائما بوافق على أي شيء بقوله لأخوك. أنت وافق نيابة عني، وإذا شي يوم أنت عملت غير هيك أنا رح أجي وشيلك عن الطاولة وانسى أنك مثل أخي. الله يحرسك. آمين. الله يحرسنا، يحرسنا جميعا. شبك شو اللي صاير؟ شو ماتت امك يعني؟ ليش عم تبكي يا ولد؟ الحمد لله. من جهة ام الولد عم تبكي، ومن جهة انت عم تبكي، ومن جهة انا عم ابكي. هذا انت يا شاهين آغا، هذا انت. خضر أخي خضر، هذا أنت؟ أي أنا. شو اللي صار؟ قدرتوا تمسكوا للجبان اللي هوصني؟ لمين؟
مين هو هالجبان يا شاهين آغا؟ محمود هو هلا عم يشتغل ضد مصلحة أخو سليم، الشخص الحقير اللي غدر فينا كلنا وباعنا. هو محمود. بابا انت شو عم تقول؟ قتلوه؟ محمود ما طلع ميت، هو كان عم يمشي كل الوقت وراي بالشارع ويلاحقني. انت واثق شاهين آغا؟ صحيح تصاوبت، بس بيضل نظري مثل الشاهين يا خضر. لك يا ريت بوقتها انكسرت ايدي وما شلت سلاحي من راس هالكلب وريحت الكل من نجاسته. يا ريت. ايه بنتي. ايه مسا الخير معلم سليم. اهلين، مسا النور يا ران. ايه بصراحة انا ببيت محمود هلأ، كان بدي شوية اغراض منه اجيت لاخدهم. برجع لك المفتاح عالبيت اذا كنت فاضي، او اذا بتحب تعال لهون احكي معك. الو معلم سليم. جاي بنتي، جاي، وأنا كمان بدي أحكي معك شوي. يلا مسافة الطريق. طيب ماشي. تركي الشاي. حياتي معي مصاري بتعيشنا أغنياء كل العمر، روحي جيبي بسبورك وأنا رح ودعو لأخي وبعدها منسافر. أنت ليش مستعجل هيك محمود؟ نازلي ولادتها بعد يومين. نازلي بتولد وبتجي لعنا، هن رح يعملوا فخ إلها كمان، بس ناطرينها تجيب الولد. أوف محمود أوف، أنت معك حق هالمرة، مبجل لمحت انه لازم ننتقل. محمود طول عمره معه حق حبيبتي، مو بس هالمرة. طيب شو اللي بدي اعمله؟ شو لازم الا لنازلي؟ ولا شي، نتصل فيها لما نوصل. يلا. Thank you.
يا ران، انت ليش ترك الباب مفتوح؟ يا ران، يا ران، أعطيت الياس كل شي بتملكه؟ محمود، أنت لسه عايش لهلأ؟ إيه، وأنت رح تموت. بإيدي يا محمود. لو مدت لحالك أرجع لي. كون ظالمي نفسي إشلر قريب بلبل بزاريلر بني yağmur gibi yağar başıma taşlar. Dostum bir fiskası yaralar beni, beni, beni. Yar beni, beni, beni. Dost beni, beni, beni. Yar beni. Dostum bir fiskası yaralar beni, beni, beni. Yar beni, beni, beni. Dost beni, beni, beni. Yar beni, beni, beni. Dar günümde dost düşmanım ber oldu. On derdin var ise şimdi el oldu. Ecel fermanı boynuma takıldı. Gerek asa gerek vuranlar beni, beni, beni. Yar beni, beni, beni. Dost beni, beni, beni. Yar beni, beni, beni. Gerek asa, gerek vuralar beni, beni, beni. Yar beni, beni, beni. Dost beni, beni, beni. Yar beni, beni, beni. وينك يا سليم؟ وينك هلا؟ لك ليش ما عم ترد على التليفون؟ هي مسألة حياة أو موت، لا تكذبي وقولي الحقيقة. ريس، في شي غريب. شو هو يحكي؟ من شوي محمود إجا لعندي وقال لي بده يشوف أخوه بعدين راح. لوين؟ هو راح بيته، قال لي إنه هو حابب يشوف أخوه ويودعه لأنه محمود بده يسافر. اسمعي، بتروحي لعند ناصلي وبتسكري كل الأبواب، وإذا بتشوفي لمحمود أو اتصل لا تردي عليه واتصلي فيني فوراً. فهمتي علي يا ران؟ تمام ريس، تمام.
الياس بعتوا سيارة تسعف على بيت محمود بسرعة. سليم متصاوب. وين هو هالجبان؟ لا تعب حالك، كل شي رح يكون منيح يا سليم، كل شي رح يكون منيح يا أخي. استنى. إيه لا تعب حالك، خطر. بهالعالم الأخ بيطعن أخوش اللي منيح. خضر فهمني شو اللي بدي يكون منيح. سليم لا تحكي، لا تعمل مجهود، سكوت سكوت سكوت. هلأ خضر، أنا كنت أخ منيح لألك بهالسنين، مو هيك؟ إيه كنت أخ منيح، كنت ورح أضل دائما يا أخي. سامحني خضر، ما رح أقدر أتحمل أكتر. ما بسامحك، أقسم بالله ما بسامحك يا سليم، أقسم بالله ما بسامحك يا سليم. لا تتركني لحالي، رح تعيش تحمل. تركني، ما بدي أعيش مع هالوجع. تمام اسكت هلأ، اسكت. مو عارفان شو اللي عم يوجعني، اني امرت بقتل محمود ولا انه طعني. ما فيني اتحمل كل هاي الاوجاع بسبب محمود. محمود بيكون اخي اللي طعني يا خضر. تركني اموت، انا ما عاد فيني اتحمل. وأنا كمان أخوك، مو بس محمود. أنت فيك تعيش بلاي؟ ما وصلنا بسهولة، وصلنا لهون بصعوبة يا سليم، بصعوبة كتير. بصعوبة كتير، ورح نروح بصعوبة، بس رح نروح مع بعض ونموت مع بعض. أنا رح موت وأتركك لحالك، بترجاك تسامحني. أنا زعلتك كتير بعرف، أنا جرحتك. خلصنا اسكت ولا اسكت. تحمل يا أخي، تحمل، خليك معي. هذا الجبان طعنته لألك ما رح تقتلك أبدا، لما يكون في رفيق واقف جنبك طول الوقت. خلاص أنا جنبك، أنا جنبك، لا تخاف سليم. شوف هاي إجت سيارة الإسعاف وخضر موجود. تحمل يا أخي، ما رح تموت. لا